وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بعد كده هننتقل إلى موضوع شغل الجميع، هو موضوع وحدة الوجود. وللأسف إن الناس بتفهم وحدة الوجود خطأ وتكفر فيه الصوفية. الشيخ وضحها أوضح توضيح، هنقراه. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدة الوجود إذا أخذت قطعة من العجين ثم صورتها بصورة شجرة، ثم هدمت هذه الشجرة أو هذه الصورة وصورتها بصورة إنسان، ثم هدمت صورة الإنسان وجعلتها رغيفا، فذلك الجرم المحسوس الذي تعاقبت عليه الصور هو واحد في الجميع. يعني العجينة دي واحدة، سواء شجرة أو إنسان أو رغيف، كلها هي أصلها إيه؟ أصلها واحد. وارجع بصورة العجين إلى أنه كان قبل ذلك قمحا وقبل القمح ترابا، فتلك الحقيقة المحسوسة المرئية الملموسة هي المادة المتطورة التي تلبس شتى الصور وتخلعها لتظهر بغيرها. يعني تعدد الصور، أول شجرة وبعدين إنسان وبعدين رغيف. فتلك الحقيقة المحسوسة المرئية الملموسة هي المادة المتطورة التي تلبس شتى الصور وتخلعها لتظهر بغيرها. وكنه هذه المادة لا يزال مجهولا. وهنا بيتكلم عن المادة الحقيقية للكون. وقد جعل الهندوس أساس الوجود روحا نورانية كونت العالم في ذاتها من ذاتها على النسق السابق اللي احنا قلنا عليه العجين، يعني فهي أجزاء منها. وتلك الحقيقة هي المادة لتلك العوالم بأجمعها، فكل شيء جزء من ذلك النور، ومنه الإنسان منهم بسق، وإذا بلغ ذروة الرقي عاد إلى ذلك النور فاتحد به وتلاشى فيه. ولذلك يقدسون النار مظهر النور. ومثل ذلك مثل النبات يخرج من الأرض ثم ينمو حتى يبلغ أشده، ثم يصير هشيما، ثم يعود ترابا فيمتزج بأصله الأرض. وهذه هي وحدة الوجود الهندوسية، وهذا هو الفناء الهندوسي الذي يسمونه نيرفانا. وهذه العقيدة الهندوسية لم يختلف المسلمون في بطلانها، سواء في ذلك السلف والخلف، من فقهاء ومحدثين وصوفية ومتكلمين وقراء ومفسرين. هذه العقيدة التي يعتقدها هؤلاء الهندوس عقيدة باطلة، عقيدة كفر، والعياذ بالله، لا تبت إلى الإسلام ولا إلى الصوفية المسلمين بأي صلة من الصلات. والإجماع منعقد على أن ذات البارئ عز وجل يستحيل أن يكون أن تكون محلا للحوادث. ولا المحاوادث محلا لها. وقد اتفق السلف والخلف على أن كل ما أوهم ذلك في المأسور يستحيل حمله على المعهود في الخلق، وإنما يراد به معنى إلهي يليق بمن ليس كمثله شيء. ولا شك في أن ما يجوز فيه التجزئة ويخضع للاتحاد والامتزاج والانفصال وغير ذلك من صفات الحوادث،
وإن سير به في المعهي الروحاني فقد سرى عليه قانون الحوادث، حيث خالطها وخالطته ومازجها ومازجته، ووقع الحد في ذلك في كله أو في بعضه. وما جاز عليه وصف من صفات الحوادث جاز عليه باقيها، فانتفى عنه الوجوب وانتفى عنه القدم. والأحد القديم منزه عن ذلك كله، فلا تجسد ولا حلول ولا اتحاد ولا مخالطة ولا سريان ولا ممازجة، تعالى الحق عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اقرأها تاني. ولا شك في أن ما يجوز فيه التجزئة ويخضع للاتحاد والامتزاج والانفصال وغير ذلك من صفات الحوادث، وإن سير به في المهيع الروحاني فقد سرى عليه قانون الحوادث، حيث خالطها وخالطت ومازجها ومازجت، ووقع الحد في كله أو في بعضه. وما جاز عليه وصف من صفات الحوادث جاز عليه باقيها، فانتفى عنه الوجوب وانتفى عنه القدم. والأحد القديم جل شأنه منزه عن ذلك كله، فلا تجسد ولا حلول ولا اتحاد ولا مخالطة ولا سريان ولا ممزجة، تعالى الحق عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والفرق شاسع بين عقيدة الهندوس وبين الأحدية الإلهية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، فإن الله عز وجل خالق كل شيء بغير اقتطاع. وإذا صح في الخلق أنك إذا نظرت في المرآة انطبعت صورتك فيها من غير أن ينقص منك شيء أو يقتطع أو ينفصل، فالحق أقدس وله المثل الأعلى، وهو المنزه عن الانفصال والاقتطاع وعن كل ما يجري من الحوادث على الحوادث، وبه قام كل شيء من غير مماسة أو مخالطة. والفرق شاسع بين من يعتقد أن الحق مادة الأشياء وبين من يعتقد أن الحق قيومها، وهو على نزاهته سبحانه وعلوه عن صفات الحوادث والتغيير والتبديل، فهو هو قبل إنشاء المخلوقات وبعد إنشائها، وهو الفاعل المختار، ما شاء كان وما لم يشأ ولما لم يشأ لم يكن. فوحدة الوجود التي يقصدها الصوفية في نثرهم وفي شعرهم. والفرق شاسع بين من يعتقد أن الحق مادة الأشياء وبين من يعتقد أن الحق قيومها، أي أن كل شيء قائم بقيومية الله عز وجل، وهو على نزاهته سبحانه وعلوه عن صفات الحوادث والتغيير والتبديل، فهو هو قبل إنشاء المخلوقات وبعد إنشائها، وهو الفاعل المختار، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فوحدة الوجود التي يقصدها الصوفية في نثرهم وفي شعرهم حقيقتها أن المنفرد بالوجود الحق الغني عما سواه الذي يفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده تبارك وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا قال أحدهم لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، فإنما يعني أن وجوده تبارك وتعالى هو الوجود الحق الذاتي، الوجود المطلق، لم يكتسبه من غيره. أما ما سواه فهو تابع لوجود الحق، وليس له وجود من ذاته، لم يوجد نفسه، وإنما أوجده الله عز وجل. ولا وجوده بنفسه فإنه لا يقوم بذاته، وإنما هو قائم بالله. ولا وجوده لنفسه فإنه لا يستطيع التصرف في ذاته، وإنما هو لله يصرفه كيف يشاء، فليس من ذاته ولا بذاته ولا لذاته، فليس بالوجود الحقيقي. ولولا إيجاد الحق له لما كان له وجود، فهو من الله بالله لله.
أي أن كل الخلق قائمين بقيمية الله عز وجل. يعني لما رجعنا الأول وقلنا إن الله إن كان الله ولا شيء غيره، كل هذه الموجودات بعد كده خلقها الله عز وجل، هذه مخلوقات لله عز وجل وهي قائمة بقيومية الله عز وجل. وعلى هذا قد وضح أنهم يريدون بالوجود الحق الذات العلية، وما سوى الذات لا بد له من اسم يليق به. مخلوقات خلقها الحق عز وجل، فالحق موجد فاعل والمخلوق موجد مفعول. والاشتراك في لفظ الوجود عند الناس اشتراك لفظي ليس باشتراك حقيقي، وحقيقة الحق أحدية، فوجوده حقيقي وما سواه ليس بوجود حقيقي، ولا شيئيته شيئية ذاتية. وقد تنزه البارئ سبحانه وتعالى أن يشارك في صفة أو اسم، فالسمع الذاتي المنزه عن القيود والحدود والأعضاء والجوارح والآلات غير سمع المخلوقات المحدودة بالقيود والآلات. فالاشتراك في اللفظ أمر غير الاشتراك في الحقيقة، ولا شبه بين سمع المخلوق وبين السمع الحقيقي بأي وجه من الوجوه، حيث الماهية غير الماهية. سمع المخلوق محدود، إنما سمع الخالق عز وجل غير محدود. إذا كان وهب السمع لسيدنا مين؟ سيدنا سليمان، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سيدنا سليمان سمع قول النملة، مين الذي أسمعه؟ الله عز وجل. وهل يعقل اشتراك حقيقي بين العلم الذاتي المطلق الذي نشأ الذي تنشأ عنه الموجودات وهو سابق عليها؟ هل يعقل اشتراك حقيقي بين العلم الذاتي المطلق الذي تنشأ عنه الموجودات وهو سابق عليها وبين العلم الحادث عن وجود الحوادث؟ يعني هل يعقل اشتراك حقيقي بين العلم الذاتي المطلق اللي هو علم الله عز وجل الذي تنشأ عنه الموجودات وهو سابق عليها، يعني سبق هذه المخلوقات وهذه الموجودات، وبين العلم الحادث عن وجود الحوادث؟ لا يمكن. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. على أنك إذا حققت النظر وجدت أنك ما سمعت إلا بفضل الله، وما سمعت بأذنك، وما علمت إلا بالله لا بنفسك، فأنت بالله لا بك، يعني بتوفيق من الله عز وجل. وعين الماء وإن اشتركت في اللفظ مع عين الإنسان فهي غيرها. عين الماء غير عين الإنسان، إنما اللفظ واحد، وكلاهما ممكن، والحق يعلو عن التصورات والأمثال. ومن عبر عن نور القبر في البحر، من عبر عن نور القبر في البحر بأنه نور الشمس فليس بكاذب، وهو صحيح. الشمس ألقت نورها على القبر، فالقبر انعكس في البحر، فشوف أنت نظرت في البحر صورة القمر فقلت إيه؟ إن هذا نور الشمس، فأنت صادق لست بكاذب، لأن هذا نور الشمس انطبق على القمر وانعكس من القمر على الماء فرأيته في الماء فقلت هذا نور الشمس، لست بكاذب. فقد نشأ عنها بغير اقتطاع منها، مش مقتطعش، ما خدش جزء من الشمس، من نور الشمس وفي القمر وحطه في الماء، لا. وهذا مثل تقريبي لكلام السادة الصوفية الذي يرجع معناه إلى سائر الممكنات، إلى أن سائر الممكنات قائمة بالحق لا بذاتها. كل الممكنات قائمة بقيومية الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة البقرة 255، لا يحتاج لشيء، ويمد العوالم كلها بحاجاتها، يمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك الطير، وهو قيوم كل شيء. يعني
احنا كنا قلنا قبل كده ان هو ايه، واوحى في كل سماء امرها، يعني الله عز وجل وضع في كل سماء نظامها، الطائرات تطير، الطيور تطير، الصواريخ تطلع فوق وهكذا، كل دي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لا يحتاج لشيء ويمد العوالم كلها بحاجاتها، يمسك السماء ان تقع على الارض ويمسك الطير وهو قيوم كل شيء. ومن لم يفرق بين وحدة كافر يجعل صاحبها الحق سبحانه مادة الوجود وذلك باطل، وبين وحدة ينفي فيها المؤمن ذلك الكفر، وينادي بأن الحق سبحانه هو قيوم الوجود بلا كيف ولا مثل، فقد برهن على جهله العريق. يعني الذي لا يفرق بين وحدة الوجود الهندوسية التي تقول إن الله هو مادة الكون وهذا كفر والعياذ بالله، وبين وحدة ينفي فيها المؤمن ذلك الكفر وينادي بأن الحق سبحانه وتعالى هو قيوم الوجود، الوجود كله قائم بقيومات الله بلا كيف ولا مثل، فقد برهن على جهله العريق. اللي ما يفرقش بين الكفر والإيمان يبقى جاهل. فكل ما ذكر من كلام القوم رضي الله عنهم مما يفهم منه أنه لا موجود إلا الله فهو على هذا المهيع النوراني. مقصود بإيه؟ مقصود أن الله هو الموجود الحق جل شأنه، أما كل الموجودات هذه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان. أن لا موجود وجودا ذاتيا إلا الله عز وجل، وهو الحق الذي عليه جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم رضوان الله على الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله أحسن الجزاء. بسم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونثني عليك الخير كله، أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وتولنا مسلمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا يا ربنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم يسر الأمور المسلمين، واجمع كلمتهم في مشارق الأرض ومغاربها على لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، ونسأل الله العلي القدير أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان يا ربنا إذا الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله